على راديو كابس اف ام، معكم من وراء الميكرو صفاء ميساوي وزميلتي اميره جاسمي، وفي الجانب التقني زميلي ايمن زوالي. موعدنا معكم يتجدد اكيد كل نهار سبت من ساعتين ثلاثه في برنامج زوم على الثقافه اللي نمدكم فيه باهم ما يخص الثقافه في قفصه. واليوم حصتنا تضمن حصه فقره استضافه. حاضر معانا اليوم ضيف مميز باش نعرفوا معاه جديد الثقافه بالجهه، وهو السيد حسين لحول. مرحبا بك المندوب الجهوي للشؤون الثقافيه بقفصه، وحنا فرحانين اكيد بحضورك معنا اليوم. والروبريك الثانيه اللي في الختام بصمه مبدعه مع زميلتي اميره جاسمي، وتوا نتعدوا للروبريك استضافه. عسلامة، مرحبا مرة أخرى مسيو حسين. تم تسميتك مؤخرا كمندوب جهوي للشؤون الثقافية بقفصة. نصور هذه مسؤولية كبيرة تتطلب برشا عمل ورؤية واضحة للمرحلة القادمة. شنية الخطة اللي باش تتبعها مستقبلا؟ شكرا على الدعوة. أنا سعيد أيضا بوجودي بينكم في هذه الحصة التي تعنى بالشأن الثقافي زوم على الثقافة، وبالتحديد في ركن استضافة. بتحال أنا تم تسميتي مؤخرا من على رأس المشهد الثقافي بولاية قفصة كمندوب جهوي للشؤون الثقافية، لكن هي عودة الحقيقة، لأني كنت مارست هذه المسؤولية منذ 2007 بولاية الطاوين مدني ثم إقبلي، وكانت استراحة لظرف عائلي خاص. كنت في خطة مدير الأنشطة الثقافية والفنون بمندوبية الجهوي للشؤون الثقافية بقفصة، إذن المشهد ليس غريب، والزملاء الذي مع الأسرة الثقافية اللي نتعامل معهم من زملاء الإطارات ولا الموجودين في المؤسسات الثقافية، وأيضا الفاعلين في المجتمع المدني على المستوى الثقافي كلهم نعرفهم. إذن مش باش نقولوا معناها الخطة، هو عادة كل من يأتي على رأس مؤسسة معينة تكون عنده أو شيء مسح للموجود، ثم مع أنا نؤمن بالعمل الجماعي يتم تقييم الموجود من حيث أهم حاجة، من حيث الأهداف وضوح الرؤية، ثم التوزيع الزمني والجغرافي لهذه التظاهرات، لأنه عادة وبحكم ظروف موضوعية بحتة معناها في كل تونس، معناها تحل الميزانية تكون هناك طفرة في الأنشطة الثقافية في مارس أفريل ماي باعتبار شهر التراث، ثم يكون هناك تراجع باعتبار نفس المجال للامتحانات الوطنية والأهل الوطنية، ثم عودة من جديد إلى التظاهرات الصيفية. هذا عموما معناه المشهد الثقافي الوطني، ومثله تكون المشاهد الثقافية الجهوية والمحلية. نحن سنسعى على دراسة هذا المكونات المشهد. على فكرة نحن جايين للمشهد مش بمنطقة الغزاة أو الفاتحين، لأن قفصة مدينة عريقة في الفعل الثقافي والتنشئ الثقافي، لها رجالات ولها مبدعين معنا في شتى المجالات، وما على المندوب إلا أن يتعامل مع هذا المعطى، وسيحاول أن يضيف حجرا في زاوية ما هو موجود معناها. هذا هو هذا باش بكل بظفرين تواضع معناها، وهذا هو المعطى. إذن سنحاول أن تكون التظاهرة ذات أهداف معناها، لا يمكن أن ننجز تظاهرة لمجرد كونها تظاهرة ثقافية،
لابد أن تكون هناك أهداف مرسومة، مرسومة في خص التثقيف، الترفيه، التنمية، لأن الثقافية ستعمل زاد الجانب التنموي، التربوي، تصحيح مسار معناها متاع شريحة مجتمعية، أيضا يكون هناك عدالة في التوزيع الجغرافي معناها في كل الجغرافيات، في كل التركيبات المجتمعية، في كل القرى وفي كل التجمعات السكنية إذا كثافة سكنية يجب يكون فيها زاد التظاهر، وأيضا زمنيا حتى ما يصير شكل فراغ أو سير الطفرة، لأنه إن كانت هناك طفرة ثم نتائج عكسية معناها سير التخمة في على مستوى المتابعة، وإن كان هناك سكون معناها وخمول تكون هناك زاد نتائج عكسية، معناها إن أنجزنا هناك نتيجة عكسية وإن لم ننجز هناك نتيجة عكسية سنحاول مع الفاعلين، مع مؤسسة ثقافية، مع المجتمع المدني، مع المبدعين إنه يتم مراجعة هذا كله. بتحال نحن نحضر لجلسة مع كل الفاعلين، مع كل الجمعيات، مع كل هذه المؤسسات من أجل هذه الرؤية، لكن لا تتوضح هذه الرؤية أكثر إلا ما نعيش، ديما نقول الكلمة نعيش 12 قمر، بمعنى يجب نعمل 12 شهر في هذه المدينة نرى ما هو منجز، كيف ينجز، بأي طريقة، مدى النجاح، معناها نسبة النجاح، هناك بعض الهينات ولا بعض الواحد في كل شيء ينجز، ثم مضيء وثم مع الخدمة كل شيء صحيح، معناها ثم مسائل نقاط يمكن مراجعها، نسبة المراجعة ثم اللي يبقى كله لأن التظاهرة جيدة وفيها كل المقاييس اللي تتطلبها التظاهرة الثقافية، وثم ما يراجع نسبيا معناها بنسبة 10 ولا 20 ولا 50 حتى 90%، وثم اللي ما نخجلوش من نفسها اللي تتراجع كليا معناها في 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 عنوانها، في مكانها، في 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 طريقة إنجازها في الأطراف. هذا هو عموما معناها المسألة. إذا نحن جئنا معناها موجودين في قفصة، قفصة فيها عديد التظاهرات، فيها جمهور معناها يعرف يتفرج ويعرف وملم ويعرف يقيم التظاهرات، نحاولوا كيفاش نوزعوا هال المادة الثقافية على التعبيرات كلها، معنا مسرحية، سينمائية، موسيقية، أدبية، فهمتني، وفقت بيتحال رؤية الوزارة ورؤية الدولة، ثمتها مع عديد البرامج بتاع الوزارة هي مدن فنون، مدن الحضارات، مدن الكتاب والأداب، المناطق الحدودية، الثقافة المنجمية، موسيقى الثقافة المنجمية، الصحراء، الثقافة التضامنية، وصديقنا نبيل معناها اللي هو موجود معناها عنصر أساسي في بعض الفقرات اللي تنجز في هذا الإطار بالتنسيق مع سجن كبسة. إذا عموما هذه لمحة على الوضع وعلى الوضعية اللي احنا موجودين فيها، ثمة أشياء مشجعة وثمة أشياء تستحق المراجعة أكيد، وسنعمل مع الجمعية لأنه الجديد في 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 المؤسسات الدولة المندوبية كالوزارة كبقية المندوبية لا تصنع ثقافة وإنما تصاحب، مهمتها هي مصاحبة كل الفاعلين، تأثير بالضبط، المصاحبة إن كان تأطير أو تحضير مسائل لوجستية أو توفير بعض في حدود إمكانات توفير المسائل المالية، توفير الفضاءات، فهمتني، احنا مثلا نحرص أن تكون دور ثقافة قابلة أنها تستقبل تظاهرات، يجب تكون تجهيزات موجودة، يجب تكون ملمين بالجانب التشريعي أكيد بعد باش نطرقوا لها. أكيد بعد برشا خدمة وبرشا أنشطة ومشاريع قامت بها المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية للفترة اللي فاتت، أهمها كانت المشاركة في يوم الجهات بمدينة الثقافة اللي كانت مشاركة متميزة بشهادة من الجميع. لو كان تعطينا أهم الوعود اللي تلقيتوها من وزير الشؤون الثقافية فيما يخص الجهة. هو الحقيقة قبل الوعود منها أنا في 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 في, في فترة وجيزة باش تعرف اللي رو ليس هناك معنى كبير للشخص، أنا ديما نؤمن بالمنظومة، الشخص هو عنده رؤيته، عنده معناها ديما نقول معناها أكثر من امرأة تعطيها نفس المكونات باش يطيبوا نفس الحاجة، فرد من المنظومة نجم أي بالضبط، تخرج الأكلة مختلفة لأنه ثم نفس ثم روح ثم الروح وثم نفس ثم طعم بتحال. هو الرئيس بتاع المؤسسة معناها الليدرشيب والقائد بتاع المجموعة يجب يكون عنده قدرة على التواصل، يجب يكون عنده قدرة على قراءة نفسية الأشخاص، عنده قدرة على قراءة المسكوت عنه والمعلن، عنده قدرة على استيعاب كل الأمزجة، ونحن مزاجنا صعيب شوية لهنا، لكن داخل هيك المزاج معنا ناس طيبين، فآثرت مع الفريق العام قلت لهم نمشوا في اتجاه
الجمعية الكل ونمشوا في اتجاه كل من له علاقة بالبرنامج، لأنه أيام الجهات المشرفين هناك في الوزارة عندهم رؤية خاصة لأيام التلك وعندهم مشكلات، معنا عندهم كيفاش يمكن تكون، لكن البقية نحن باش ننزل. فعلى ضوء الفقرات وعلى ضوء الإطار العام بتاع التظاهرة تم اختيار كل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة من رجال ونساء معناها فاعلين وفاعلات في الشأن الثقافي، وانطلقنا معناها باجتماع كبير في الولاية، وحرصنا أنه ما ننسوا حتى كي حتى كان سنة معناها اعتذرنا، لأنه أنا في بداية تعاملي مع الجهة الحقيقة 21 سنة كنت أنا أصير قفصة، لكن اشتغلت في أماكن أخرى وماذا بديت نكتشف من خلال زملائي اللي هم اشتغلوا في قفصة واجتهدوا الحقيقة، ومن هالمنبر أنا أتوجه بكل شكر لأنهم اشتغلوا بشكل جيد جدا. اجتمعنا عيطنا الناس كلها بعد ما عرفنا عناوينهم وهواتفهم وكلمناهم، اجتمعنا تحت شرف الولاية تحت السلطة الجهوية بحضور سيد معتمد الأول، وكان مشكور معنا على الإحاطة هذه، فاجتمعنا معهم ثم قسمنا. بعد ذلك كانت لنا مجموعة اجتماعات، قسمنا هك الجمع هذاك كل منا كل مجموعة حسب الفقرة، وبعدين تحولنا لهم حيث هم سواء داخل مدينة قفصة أو في المعتمديات، وبعدين تم التواصل والتحضير المادة، ثم اللي عنده مادة حاضر ثم اللي حضر مادة خصيصا، فهمت، وعملنا بتحال ميزانية تقديرية، واللي احتاج إلى بروفات كنا بحذاه، واللي احتاج إلى صنع شيء كنا، واللي كل حد ومطالبات يرحم ديك. وفي الموعد ذهبنا إلى هناك إلى مدينة الثقافة وقدمنا، والحقيقة معناها احنا ديما في الكواليس اللوج، معناها كانت أنجزوا أربع ولايات قبلنا وتو ثلاثة ولايات بعدنا، والتو مازال صورة قفصة بالضبط السقف اللي عملته ولاية قفصة في نوعية المادة، الفقرات، الإتقان في الإخراج، خاصة في الجانب الموسيقي والمسرحي، وإحنا محسوب علينا المسرح ومحسوب علينا الموسيقي، خاصة في شق إحنا أهل المسرح في قفصة في شق الصوفي. وكنت مبهور إيش هو اللي خرج لي، هو أنه في قفصة عنه قدرة على فعل أي شيء مهما كان، إذا حبينا نعملوا شيء نعملوه. الكفسي ذواق وسميع بطبعا يرحم والدك وقادر على صنع، لكن المشكل وين، أنه ما عندناش النفس الطويل، ما عندناش النفس الطويل، بمعنى أنه الشيء اللي نصنعوه ونخسروا عليه الجهد والمال لابد أنه يتم استهلاكه وتوظيفه واستغلاله في المهرجانات وفي كما زيارة كما كذا، معناه ثم الناس أنت جاي نحن ننتج وفي ساعة نفترق، فهمت؟ لا ما نطوروش مش منطوروش الشركاء بين البراين، سواء كانوا افراد ولا جمعيات ولا فيسع الشقوق والخلافات والاشكالات والكذا، وهي مسائل معناها معارك صغيره، مسائل عاديه يرحم والديك. فحبينا انه كل شخص نبحث على الباب الجيد فيه، لانه التونسي كتونسي معناها عنده اكثر من باب، اذا عرفت وين تدخل من الجانب تلقى فيه الانسان الفنان المبدع الباهي اللي يفهم اللي عنده امتداد للحضاره هذه اللي تقطت الحس الفني صحيح. فنجتهد هذا دونك، ثم الجانب الإنساني لابد أنه يكون علاقة جيدة، ثم هامش معناها الثقة لابد أنه يكون متواجد، لأنه نحن تو ما زلنا في تركة متاع 60 عام، ما زال المواطن يشوف الإدارة هك الناس مسكرة ورحم، وحنا نشوف معناها يشوف الأخر ديما الوافد اللي مخلق وكذا، وهذه ما ثماش. نحن على الأقل ما بعد الثورة وإن كان ثم أشياء ما مشيتش، فالمتأكد واليقين هو أنه الحرية موجودة والثقافة تتطلب معنا أهم حاجة. صحيح الأمكانات المادية مهمة والفضائيات مهمة والتجهيزات مهمة، لكن الأهم من هذا الكل بالنسبة لنا هي الحرية ثم الإرادة والرغبة والحرص من الفاعلين. إذا معناها كان لنا سقف من الحرية جيد، وثم التقط الرغبات والإرادات بتاع الناس كلها، وثم الناس كل آمنت بهذه الولاية وبهذه المدينة، لأني أنا قبل كنت أشتغل وجودي موضوعي معناها بشكل موضوعي في مدينة أخرى، وتوجدت لأني مندوب جهة الثقافة، فأتبنى مشاغل وهواجس تلك الولاية ونشتغل معهم حرصا على احترام نفسي في النهاية. لكن هنا الوضعية مركبة مختلفة صحيح، معناها صفة المندوب اللي هو يسمي يشتغل وينجح، لأن ما حتى واحد ما يريد إنه يفشل، أكيد بغض النظر عن طبيعة العمل رغبتك فيها وعدم رغبتك، أما النجاح، أما إذا كانت تقبلت فماذا بيك تكون ثمة فترة أخرى من النجاح النسبي بتحال في مسيرتك، باش بعد ما نحال على شرف المهنة نحاول كيفاش يتذكروا الناس بشكل جيد والرضا النفسي، ثم نلتقي بأصدقائنا القدامى، حتى اللقاء هذا ما أنا ماذا بي لقاء إذاعي معناها ظرفي، لكن نخرج أصدقاء علاش، لأنه غدوة عنا مشترك
عنا مشترك في التظاهرات وفي تقديم مدامنا في قفصة وفي بلاصة واحدة وكل بيرحم والديك. هو هذا مرة طالما أنه مركب ثم الانتماء إلى هذه المدينة فتحاول أنك تعطي كل ما لديك كل ما لديك لأنه كل يهمك. كان نجحت قفصة كلها نكون نحن سعداء، وإذا فشلت لأي سبب ثم شيء يحز في نفس الشيء وكان ثقافي اللي يهمك كتب بطريقة مباشرة ولا حتى القطاعات الأخرى، لأنه نحن كنخرج من الثقافة نولوا مواطنين تهمنا يهمنا الطرقات وتهمنا البنية وتهمنا الاجتماعي والرياضي والتربوي يهمنا الوسط اللي عايشين فيه كل مسؤول من منصبه. هو هذا معناها بعيد على المزايدات وبعيد على الكلام الكبير، معناها نحاولوا كيفاش نبسطوا هذه المسائل. إذا أنا أرى أنه في الهامش تاع الحرية كل ما من يفد علينا من الخارج باش يدخل إلى المندوبية، ونحن تو معناها داخلين في الإدارة الرقمية وداخلين في الهيئات الدستورية نتاع الولوج إلى المعلومة وكتاع الرقابة وكل شيء، فأراه نهار من نهارات من غير ما تجي للمندوبية باش تعرف المندوبية شنو فيها من إطارات وشنو فيها من فلوس وشنو فيها من تظاهرات وماذا أنجز وماذا لم ينجز والتقارير الأدبية والمالية، وحتى كان عندك رغبة في أنك تقدم ملف تقدمه عن بعد وإحنا نجاوبوك، ويمكن معناها تولي صداقة معناها كبيرة وتولي من متعامل جيد مع المندوبية. ما نعرفوكش مش بالضروري إن نعرفوك معناها حسيا حتى نشوفوك وسلموا عليه وكذا، لا نجم نفسخ الصورة النمطية صحيح. إحنا داخلين دوك بنحضر في 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 أنفسنا لهذا بتحال المتوفر وين وينه من كل هذا. هذا يمنه اتباعا نجاوب عليه شوية شوية، والأهم أنه ما نغلطوش الناس، معناها أهم أنا بس لنا أهم حاجة الوضوح صحيح ما نغلطش الناس، حتى كان مرات نضطر إلى إجابة ما تعجبش ها؟ خير من اللي نجاوبك إجابة تعجبه بعدين من نفذ هاشك الإجابة ذيك وتبقى معناها حاجة مش باهية. فما واقع يحكم فينا وبلاد كاملة هذا يعني هذا هو نحن في منعرج في تعيشوا البلاد الكل معناها الوطن الكل يعيشوا بما فيه قفصة. قفصة ما زالت تعاني من عديد الأشياء، حتى من عقليتنا نحن، حتى من رؤيتنا، حتى من نظرتنا نحن لمحيطنا. فنسعوا أنه كل من يجي أول شيء يرتاح ساعه بحذانا اثنين نعطوه كل شيء فوق الطاولة، معنا من خبرة معنا من خبوته ما ثم حتى يتخبرها. هذا هو أي هذا هو الموجود، هذه إمكانيات المادية، هذه كما إمكانيات اللوجستية، هذه تجهيزاتنا، هذه قدراتنا إحنا. وراء مش معنى يلزم يكون أنا نبي في الثقافة حتى تؤمن بي، لا أنا راني مالي إلا شخص عندي شوية من المراكمات ركمت شوية خبرة طوال هالفترة ذي كل سموني بموجبة باش يكون مندوب جهة الثقافة وعندي رؤساء مصالح وكواهي مديرين ومديرين، هذا كل موجودين مكملين لبعض صح مكملين بعض باش نعاونوك أنت بالأساس سواء كنت عندك كتاب ولا عندك مسرحية ولا عندك برنامج ولا عندك مهرجان ولا عندك ملتقى ولا عندك منتدى، احنا موجودين باش نسهلوا الحكايه هذه. الشيء اللي باش ينجز جهويا هنا وعنا، والشيء اللي باش يتطلب التدخل الوطني الوزاره وكذا، احنا نكون همزه توصل بينك وبين المركزي، بينك وبين السلطه الجهويه، بينك وبين الادارات المانحه ولا المؤسسه المانحه. عموما هو هذا المفيد، كيفاش يكون ثم شويه معناها اجواء هادئه وشويه ثقه وشويه ثقة. وأي وشوية حب من بين الفرين، ما حتى كان مش طالبين ويسعى على كل حال ثم شوية قدر فتمشي الأمور حسب تقديري نسهلوها هي وكنا إيد واحدة. إذا نرجع أنا اليوم الجهات، أنا جلس ذلك اليوم بتحل حضروا إطارات قفصة كلها، نحن حرصت أنه الإطارات قفصة كلهم في الشأن السياسي الرياضي الثقافي في كل المجالات اللي هم يقطنوا قاطني من قفصة قاطني تونس حاولنا ما نسهمش استضيفنا ثم من جاء وثم اللي ما جاش وكلهم مشكورين على 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 فكرة كل اللي جاء وكل ما جاش نحن نعرفه لحتى ما جاش عنده أسبابه. فحضر السيد وزير الشؤون الثقافية وكنا سعداء بوجود وزير المالية باعتباره ابن هذه الجهة، ثم بقية الإطارات، وكان بالحق أنا بعيد على المجاملة فوجئوا حتى الثلة من الأصدقاء اللي هم مشرفين على أيام الجهات هناك معنا ولجوا لهنا ونسقنا معهم، تفاجئوا بحسن تقديم المادة لأني قفصة معنا الزربية والكليم قفصة الصناعة التقليدية، المسرح، الموسيقى، الفنون الشعبية ولادة للفنون الصوفي. فشنو توا من حقنا نحلمه، لأنه نحن مش موجودين في صحراء الحقيقة، نحن موجودين في مدينة قديمة، موجودين في 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 مركز مدينة معناها بين ظفرين ناسها بلدية معناها، والإنسان اللي استقر عنده مدة معناها عنده رؤيته للثقافة. عندنا قفصة
المدينة، وعندنا كبسة المنجمية اللي هي معناها تقاطع ما بين عديد الأشخاص وعديد الثقافات، الليبي على الجزائري على المروكي على المختلف العشائر والقبائل الموجودة في كبسة، فكونت فسيفساء اسمها المدن المنجمية. عندنا الأقطار وعندنا سند والمغاور وعندنا حوالويد، معناها الجهة اللي مازالت الروح الأمازيغية فيها، معناها الجبل نقولوا احنا. عندنا كبسة الشمالية اللي هي كلهم البدو الرحل، معناها اللي عندهم رؤيتهم خاصة للأشياء، وعندهم معناها عندنا فسيفساء جميل صحيح من المتساكنين، كل عنده حكايته وروايته وعنده غنايته وعنده الشجن نتاعو وعنده الفرح وعنده نمط عيش اللي هو الثقافي توشوح. اي بالضبط، شنو هو التراث المادي والمادي؟ المادي هو ما تركه من بناء وما تركه من 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 كساء، ما تركه من من اكل وكذا، والتراث المادي هو اللي ما تركه من أغنية وما تركه من من حكاية ورواية. هذا هو الكفاءة. قفصة تعرفوا جيدا من هي خمسة مناطق من الوحية، منها واحد سيدي منصور، واحد قفصة، وليل والقطار والكسر، فاستقروا منذ المدة وكونوا هالنوعية بتاع الواحد. فالفينيقي على البيزنطي على الروماني على الإسلامي على الأمازيغ اللي هو أصلا هنا، معناه كلها شواهد تاريخية موجودة. كيفاش نقروا هذا الكل وكيفاش نستبطنوه ثم نخرجوه في تعبيرات ثقافية متقنة الإخراج، معناها متقنة في إخراجها، واضحة في أهدافها، واضحة في 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 دقيقة حتى في فقراتها وفي الولوج إلى الفضاءات من أجل تعميرها أو من أجل إعادة إنتاجها أو من أجل تثمينها، لأنه الثقافة نجم نعمل ثقافة من سياحة أخرى، هي السياحة الثقافية والسياحة البيئية إضافة إلى السياحة التقليدية والسياحة الصحراوية اللي باش نحن نكون امتداد لها. لأنه في النهاية السياحة السياح اللي جينا ما يجينيش مباشرة من تونس، من لا هو يجينا من 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 مطار جربة جرجيس، ومنه إلى تطاويل، ومنه إلى قبلي، ومنه إلى توزر، ثم قفص، ويعود من هناك منها إلى أن تولي إحنا وجهة خاصة معناها ومستقلة بذاتها للسياح إلى ذلك الحين. معناها إن شاء الله يكون معنا أو مع أجيال أخرى. المهم نحن صرنا اشتغلوا، ثم مشروع يشتغلوا الأصدقاء وحضرنا في الولاية وفرحنا، أو على الأقل أنا فرحت به في الجانب السياحة. معناها هذه الأفكار قد يجي جيل آخر، معناها هو اللي يقتفي الثمار، ولكن يطرحها على جيل سابق يقول ها هو الجيل في تلك الفترة نخدمه الغدوة. بالضبط، أي معناها أخذها الفكرة ودرسها وبحث على مانحين وبحث على كذا وتعبش احنا نكونوا هكا معناها نعيشوا السياحة. عموما الثقافي هو هذا الكل، معناها الثقافي انشئتي معناها مازال ما حضرش، ما هوش سلوك يومي معناها من قبيل فاتورة الماء والضوء لدى التونسي، لكن زاد إنشأتي هو كل شيء في حياة التونسي. لأنه إذا كان شاهل الثقافي بالرؤية دي نحن نشوفوها راهو تتيسر الأمور. وثم اللي أنا شو نقول، مرات نقول في حفلة، رأي الحفلة ما هيش بسيطة، معناها أنا نقول في حفل نجم الأجل أكثر من مشروع إطلاق، معناها لأنه كنا خرجنا العائلة التونسية من إشكالاتها اليومية، من ملبوس اليومي، من لأن العائلة التونسية ولا القفصية تعمل أفضل ما لديه ويخرج ويخلي مشاكل وراه، ومنها هي يمر على الدكان الفلاني واللي يمر على المخزن الفلانية وياخذ وسيلة النقل ويمشي إلى المسرح ويمشي إلى ويتفرج ويروح بنفس آخر، يروح برؤية أخرى. الثقافة تشبعك بالحياة، هذا جانب من جوانب. فما بالك أنت ما كي تعمل تظاهرتي، ما هو الكل يشتغل، معناه المطار يشتغل والنقل يشتغل والنزول تشتغل والوسائل النقل تشتغل، وكل من يبيع شيء معناه سواء استهلاكي أو عنده علاقة بالثقافة يشتغل، الفرقة ذيك تشتغل، السوناريزاسيون تشتغل، الإذاعات تشتغل، معناه الكل يشتغل على حساب الثقافة. دونك الثقافة في في في, في عمقها هو الإنسان، وفي عمق الواحد هي التنمية. معناها ما هذا هو الواحد. بهي في خصوص الوعود، معناها وزير الثقافة كان باش واحد يكون منهج ويرجع حيث السؤال، معناها كان في أول شيء ثم حاجات اتخذت على معناها مباشرة حينية في وقتها، معناها نحن اليوم هو يوم واحد، لكن ثم شكون يبقى وبيت وبقى يعرض باش معناها نزول عند طلب بعض الحرفيات. ثم
كانت رؤية أخرى باش ننجزها إن شاء الله في شهر الثلاثة هذا، إنه ستعاد تظهر بشكل آخر، وباش يكون منها من وراء منها الأوماج، منها نقولها تكريم لحميدة وحدة، لأنه هو اللي عمل النقلة ما بين التقليدي 100% ولا الفني الى الحرفي، وخلى الناس كلها الى الان تمشي بـ 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 برؤيته لنظرته هو، باش يعاد الانتاج الشيء هذا اللي تعمل في تونس بشكل اخر، في اطار تثبيت التقليد هذا، وفي اطار انه نكونوا قراب شويه بين الحرفيين ونعطوه مساحه باش ينتج ويعرض، لانه ثم تحت رؤيه جديده معناها للزربيه، معناها زربيه القفصيه، نجموا غدو نحكوا على ثم تو فنانين وجمعيات تشتغل حتى على الزربيه المنجميه، معناها تنطلق من روح الزربيه الموجوده ثم تضيف لها عدد مكونات معناها باشكال هندسيه لكن عندها علاقه بالمنجم وتتسمى المنجم، معناها ثم تطوير، وثم حتى تظهر اخرى ثم معناها هي رياضيه بالاساس، معناها وفدي علينا عدد كبير من 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 دوله اوروبيه باش يكون موجود في قفصه، فسنعيد انتاج تلك هكا التراث المادي ولا مادي من اجل التعريف به وتثمينه، لانه يوم جانا معناها كرياضي ماذا بيا يكتشف الاشياء الجميله في هالمدينه ويحرص على انه يرجع لها كمواطن هكا، ولا كي يتحدث هناك معناها في بلاده معناها مع وسائل الاعلام. ما يحكيش على رياضه برك، يحكي على ثقافه. لا هو جاي، لا هو نحن استقبلناه كممارس الرياضة، لكن باش نعيشوه أجواءنا، معنا أكلتنا وملبوسنا وتراثنا وأماكننا الجميلة، نحن مطالبين بأن نحطوه في هالسياق هذايا، خليه يكتشف ويتفرج، حين يرجع راه ما ثمش معناها ذاكرة محايدة، معناها سيرجع بما رآه سواء أشياء جميلة أو بين ظفرين لا قدر الله أشياء غير جميلة، إذا كان لقى ثمة إتقان وثمة نظام وثمة معناها موسيقى جيدة ومسرح جيد وتراث وأماكن تراثية وأثرية، وخاصة نحن عندنا معاهم قواسم مشتركة، معناها سيجد مروحه أو روح من أجداده وأسلافه موجودين لهنا، لأنه معناها نحن كونيين، معناها أرض واحدة، لأنه قد يكون هو يدين بدين آخر وعنده لسان آخر وعنده ثقافة أخرى، لكن ثمة مشترك، وهذاك هو هك الفضاء اللي نحن نحاول كيفاش نعيد إنتاجه من خلال تظاهرات، معناها مش لن نحتفي بـ 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 بالأسوار وإن كانت مهمة لا في شكلها وفي في 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 المواد الإنشائية معناها اللي تبنت بها، لكن حين نعيد إنتاج الحياة التي كانت كما تم معناها إنجازها منذ قرون، هذا هو المسألة الجميل في المسألة، وهذه هي رؤية الفنان للحكاية، وكي تفرج فيها تقول المسألة لا تكون إلا كذلك، وهذا هو المبدع معناها. نحن نصاحب هؤلاء معناها على إنجاز أحلامهم، كل واحد عنده حلمته، كل واحد عنده رؤيته، كل واحد عنده حاجة يحب يعملها، فنحاول اللي نجم نعملوه في 2019 نعملوه، واللي تأجل 2020 نعملوه، واللي يبقى معناها حلمة قد يأتي جيل آخر يعملها، هذاك هو المهم، وهذاك هو الامتداد المفيد، ما ثمش قطيعة، ما نحبوش يكون قطيعة كي التقليد السياسي اللي عندنا، معناها يجي فترة سياسية وبعدين جيل آخر يقطع مع هذا، لا راهو كله امتداد، كله امتداد، ما ثمش شيء قبيح، كله ما ثمش شيء جميل، كله معناها كل ما معناته نحن نحتفي بأشياء خلدت لكن قد تبنت على 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 حياه ياسر عباد وحريه ياسر عباد، وقد تم استعباد عباد كلها، لكن تلك اشياء ما تنسات وبقى الا الـ 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 الجميل في الـ في الـ في, الـ في الحكايه في الحكايه هذه كلها. نخرج توا ترتيحه غنائيه ونواصل الجزء الثاني معك، خليكم مع ترتيحه غنائيه. حين رأيت بدرا حل بيننا وتلألأت مدن ظلام من بعيد، حين رأيت بدرا حل بيننا وتلألأت مدن ظلام من بعيد، صار الرجاء أن أضمه بعدما كنت أسير الصمت لحب فقير، سلبت قلبا لم يغنم به حتى ذب
بحاب لحظ من الوريد إلى الوريد سهر الرجاء أن أضمه بعدما كنت أسير الصمت لحب فقير سلبت قلبا لم يغنم به حتى أضبح بلحظ من الوريد إلى الوريد أثر لذكرى وفاة ذكر ذكرى حياتي شريط بعد شروقك عشت عمر من جديد أثر لذكرى وفاة ذكر ذكرى حياتي شريط بعد شروقك عشت عمر من جديد فأنا ارتعت متى ظلمتي دهر المقيت أين انتصرت لحب لن أغدو عبيد لتصبحين أميرتي أما أنا ملك ملوك الحب على العرش وحيد فأنا ارتعت متى ظلمتي دهر المقيد أين انتصرت لحبي لن نخدو عبيد لتصبحين أميرتي أما أنا حبي على العرش السلامة ومرحبا مرة أخرى لكل ما التحق بينا توا احنا توا باش نواصلوا الجزء الثاني مع سيد المندوب توا باش نحكوا من أبرز التجارب الجديدة اللي تخوضها المندوبية هي تجربة الشراكة مع وزارة العدل وبالتحديد مع السجن المدني بقفصة من خلال إحداث نوادي لفائدة السجناء واللي كانت انطلقت الموسم الفارط شنو تقييمكم للتجربة هذه وشنو جديد فيها؟ هذه معناها من الأشياء اللي واحد ما كانش يحلم بها الحقيقة أكيد. ولو أني اللي ما انطلقتش مع شخصي انطلقت مع زميلي سابق وبارك الله فيه ومن هالمنبر نقدمه له بكل الشكر اللي هو سي هشام الزيدي المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بولاية زغوان وبصديقتنا وزميلتنا معناها اللي هي توا كانت مدير مريم محرز معناها الحقيقة مع شركاء سي نبيل وسي الهادي زعبودي وكل من له علاقة الحقيقة تصوري أنت صورة السجن لدى المواطن حبس من الحبس عادة هو مكان مغلق عدم الحرية فيه مكان مغلق فيه, فيه فيه الناس أخطأوا في حق أنفسهم ولا في حق المجتمع وتجاوزوا القانون بمستويات مختلفة وهناك معدومي الحرية وكان وكنا ننظر من خارج الأسوار كل ما يمارس على السجناء وقرينا عديد الروايات وعديد الكتب وعديد الدراسات وكل ما كان ينجز داخل السجون العربية على الأقل من يدخل لباس يخرج مش لباس
فهمتني بالليل ونهار وبفضل هال الثورة اللي ثملت شكون باقي شكك فيها ولا ما يؤمنش بها تنجز اتفاقيات ما بين الوزارات وتنزل على مستوى الجهوي فتكون المندوبية على الأقل المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بقفصة معنية بأن تتعامل من خلال هالشراكة مع السجن. كما قلت لك احنا مش تنلسوا المضامين، نحن سنصاحب من له رؤية. وعندما خرج المعرض الحبس كذاب ولا عندما خرج الكتاب معناها سجين داخل السجن معناها يسجن لأشياء أخرى وسجن مطول معناها يكون له هواية الشعر وتكون له معناها القدرة على قول الشعر ثم تصان تلك الهواية والإبداع ذاك ويخرج في شكل ديوان والديوان هذا يخرج للنور بشكله الأكاديمي بشكله الفني ونفس الشخص ذاك يكتب سيناريو لمسرحية. ونشكر من هنا سيد صديقنا حمدة لسعد حمدة مسرحية الرجاء اللي من بعد باش نحكوا عليها اكيد لسعد حمدة معناها كيما لسعد حمدة كيما سي نبيل كيما سي الهادي زابوتي كيما هذا هم الناس اللي من خلالهم قدمنا الرسالة. فكانت العديد اللقاءات معناها هناك في السجن ومشكورين زاد إدارة السجن لأنهم ولت معاملة جديدة ورؤية جديدة وهناك منشطين داخل السجن متحمسين معناها في غاية الحماس وكانوا متفاهمين. هذا كله أثمر عدة تجارب معناها حلوة ياسر لأنه أنا مجموعة من السجناء يبرفوا داخل السجن ثم نحرص على أنهم يخرجوا وفيه مشكل لي منها طلطو منها وفي مدينة وينجم منها ويخرج إلى فضاء آخر مركز فنون الدرامية الروحية منها الفضاء الوظيفي باش ينجز تمارينه في الفضاء الوظيفي كما يجب أن يكون ثم يتحول إلى تونس وينفتح عليهم مهرب من أيام قرطاج المسرحية أيام قرطاج المسرحية تظهر العريقة هذه معناها تعمل نشاط موازي معناها مهم جدا معناها لكل ما أنتج داخل السجون التونسية. فما أمل يبعثوا أمل جديد أنا لا لك أنت تتخيل لك أنت تتخيلي هذا الكل معناها المجموعة السجناء هذا معناها يكتبوا النص ويقروه ويتمثلوه ثم يحفظوه ثم يبرفوه معناها واحد معناها هو تعرف مسجون مدى الحياة تعرف مناري مفارقات عجيبة مفارقة يشارك في المسرحية مفارقة من أنا محبوس مسجون تلت عمري لكن مع ذلك منها ننبض حياة ورغبة وأمل وننتج مسرح يبرر وجوده أي 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 ويأكد وجوده منها ما زلت موجود ويعالج مواضيع يعالج مواضيع الساعة ويعالج الفساد ويعالج الفساد المستشري ويعالج زداء الشخصيات النيرة والجيدة اللي تشتغل أجل هذا الوطن. فنشاركوا في أيام قرطاج المسرحية في فضاء دار الثقافة ابن خلدون وتلك لحظة تاريخية بالنسبة لي لن تمحى ولن تنسى لأنه اللي نتفرج فيه والمس فيه ما هو إلا نشوف نبقى على مسافة من الشيء هذية معناها ما كان ليكون لولا توفر كل هالظروف وكل هالنقلة هذية اللي صارت ويمثلوا ويضحكوا الناس ويفرحوا الناس ويبكوا الناس ويكون جمهور منها غفير منها تتعبى به القاعة. ثم أهم من هذا كله ولو أني شكلية أن نفوزوا بالمرتبة الأولى منها بالمرتبة الأولى إن هذا على كل حال منها كنا شركاء الآخرين في هالحلمة وفي كسر أبواب الفضاءات الطابو منها اللي كانت منها الصورة النمطية للسجن والسجين والسجان معنا صارت مصالحة ليه ولينا كل نحن داخل فينا في أشخاص وكل حاجز نفسي بينك وبين ذلك المكان لأن ثم صورة رسمت منها لسنوات ما تنجمش تنحى منها في أما كي تدخل منها تلج هك المكان وتدخل وتشوف الناس هناك معناها رأي على فكرة ثم صور تنحت منها الناس كي دخلت النسيج على الأقل منها الفضاءات منها صحيح ثم شوية اكتظاظ منها نظرا للظروف لكن ثم نظافة وثم معاملة جيدة ثم الناس لبس عليها منها ثم الناس ما هوش كيما كنت نتخيل فيه فهمت رؤية أخرى
هذا هو المهم، هذا هو المهم في حكاية الشراكة. الشراكة تكتب في في ورقات وتتعمل في بنود وفصول، لكن أهم من هذا الكل هي أنها تتنفذ على الأرض وتكون ثم تقاطعات غاية في الحميمية وغاية في الإنسانية، وثم لحظات درامية وثم لحظات دموع محسوسة وثم هذا هو اللي معناها وحتى معناها الإطارات العليا معناها لوزارة العدل في تعاملها مع السجناء اللي هم في تلك لحظة سوء اللي هم السجناء تعاملوا معهم ممثلين ومبدعين، فهمتي؟ هذه هي الحكاية، حكاية كبيرة ياسر، ويمكن نهار آخر يمكن ينظر ما هو على فكرة وانت تعيش اللحظة باللي تقيمهاش باللي تقيمها تبقى دائما ما زالت المسألة ما أخذتش الـ 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 الحجم بتاعها النهائي ولا الشكل بتاعها النهائي، كل هذا سيدرس معنا في يوم ما، لكن الأهم مش الوصول إلى هذا، كيفاش باش نواصله معنا، كيفاش باش نواصله، لأنه أنجزنا العمل المسرحي غاية في الإتقان وغاية في المتعة، أنجزنا كتاب معناها ديوان شعر لشاعر نفس الشعر معرض زاد كتب الواحد معرض الحبس كذاب أيمن زوالي، أيمن زوالي اللي صحفينا تو في الكواليس وكان سابق سبقني قلت لهم أنها هم اللي معناها هم اللي مسكوا بالمصورة وهم اللي اختاروا المواضيع وهم اللي صوروها وصوروا أنفسهم وصوروا الناس وصوروا العالم والرؤية وبينونا نظرتهم باللي يكون فنان واحد، لكن ما ينجمش يعيش نفس الموضوع كما يعايشه السجين إلا المكروس سجنة مثل هذا مش ممكن معناها، لأنه هذه هي الحكاية، هذا هو هذا الواقع، هذا الثقة الثقافة حسب تقديري، وهذا هو الفعل الثقافي وهذا المبدعين وهذا هو التزاوج ما بين الفضاءات، وهذا في النهاية ما يجب أن تخرج به اتفاقية، لأن الاتفاقية تكتب ونحتفي بها، كان بقط في الرفوف ما تنسى، وإذا تم إنجازها تجديدها، وصدقيني معناها الناس يجلسوا فيها مش معناها حرصا على الاتفاقية، لا، لأنه هو مارسها اقتناعا، إذا كان بقولش إيمانا، لأنه الإيمان أكبر حتى من الاقتناع، هو آمن بك الشيء هذاك وآمن برسالته وحاول أنه يمارسها بإتقان، وخرجت النتيجة وشاركونا فيها الناس، وأنا توا مش نتكلم على أساس أني جهة منتجة لهذا، وإنما نتكلم على لسان حال الناس اللي كانوا محايدين وشافوا المسألة عن بعد، معناها سجين يخرج من مشكلة معينة من عشان شن هي، ويمكن معناها لزوا المجتمع باش يعمل الحاجة ذيك يكتب الشعر ويدور ويبقى الكتاب هذا داخل الفضاءات الثقافية وتقرأها الناس، أو ينجز صورة فوتوغرافية، على فكرة الصورة الفوتوغرافية راهي بعد اللحظة، وسينابيل قد يشاركني في المسألة، أيمن سامحني لمجعلش عارف جيب أيمن زوالي، معناها راهي هي فيها الجانب الوثيقة وفيها الجانب الفني، معناها بعد لحظة ما عاش باش تكون هي، لأنه الوجه اللي تم توثيقه ما عاش باش يبقى نفس الوجه، والمكان اللي تم توثيقه ليس هو نفس المكان بعد لحظات من 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 الصورة بتاعه، إذا الصورة فيها جانب جمالي فيها جانب زمني إبداعي، ولكن فيها الوثيقة اللي بعد فترة بعد 10 و20 سنة و30 سنة هيك الوثيقة ذيك باش تولي جزء من مكونات الإرث المادي ولا مادي لهذه المدينة، وباش يكون المشترك اللي باش يتعامل معه جيل آخر، هذا هو المهم. رينا في الأدب وفي الصورة الفوتوغرافية وفي المسرح فما جديد بما فنون أخرى باش تنضاف؟ ثم مشاريع تقدمت، مشاريع معها ثم تتم للمشروع بتاع الصوفي، معنا التجربة الصوفية مش باش تقف عند المشاركة في أيام الجهاد، هذاك باش يتم العمل عليه وتطويره، لأنه نحن في رمضان عندنا في السجن أنا نحكي له في إطار مع المساجين، لا كنا توا نحن ما هي نوافذ 1 2 3 توا نوافذ 6 منها اللي احتفينا بها في عيد الثورة، وتم تقديم مجموعة من الفقرات معنا فيها الجانب الموسيقي وفيها الجانب الترفيه وفيها الورشات، توا باش نحن ما نشتغل بالموسم الثقافي والسنة الإدارية، السنة الإدارية تنطلق في جانفي، معناها سنحرص على أنه نكمله، لأن هما فالترتيحة شوية معنا في نهاية موسم وبداية موسم ونهاية ميزانية وبداية ميزانية تصير ترتيحة شوية، ونحن توا سنعود، معنا عدنا من خلال احتفاء بالثورة وما وخلينا واحتفينا بها داخل السجن حتى
تبقى برنامج الثقافة التضامنية موجود، ولكن باش يكون ثم استمرارية مع نفس الأسماء، ومرحبا بأسماء أخرين، لأنه النادي الأدبي بالمنظور ولا سي أيمن ولا سي حمدة ولا المركز الفنودرامية ولا المعهد الجهوي والموسيقى باش نكمل كلنا معنا كل والخصوصية متاعه باش نكمل في مجال الأدب وفي مجال المسرح والموسيقى والسينما داخل السجن. وثم مسلك السينمائي اللي هي تجربة جديدة الحقيقة عملتها إدارة العام للعمل الثقافي، وكل مرة نختار مكان معنا كل شهر يكون مسلك السينمائي في مكان ما تعرض فيه مجموعة من الأفلام الجديدة شبان جديدة مش متاع العام هذا، على كل حال متاع عام الأول متاع عام الأول لفائدة المساجين لفائدة كل الناس معناها صارت في سند وفي 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 رديف، ثم باش تسير في في في, في الأكتار، ثم باش نتوجه إلى شريحتين مختلفتين السجن ثم الطلبة، لأنه نحن عنا طلبة زادة في 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 حيث هم في الفضائيات بتاعهم في الفترة القادمة باش يمشي لهم المسلك السينمائي، كما باش تمشي لهم المادة المسرحية والموسيقية، لأنه عنا طلبة وعندهم العالم الخاص بتاعهم وعنا السجناء وعنا ايضا حتى الكبار السن، معناها دائما عنا العروض اللي تتماشى وطبيعه ذوقهم وانتظاراتهم واعمارهم. فمهم جدا بالنسبه لنا احنا في اطار البرنامج الثقافه التضامنيه ولت عنا محطات ما فيهاش كلام. احنا تو في الملتقى الوطني للمطالعه باش يصير في 5 6 7 8 في قفصه ما ستحتضرنا باش يكون فيه كل المكتبات الجهوية والمكتبيين والموثقين معناها بالجمهورية التونسية في قفصة، وسيتم معناها بعث نواتات مكتبات في وين؟ في ذوي الاحتياجات الخصوصية، في الدفاع الاجتماعي، وفي لسواس، معناها راهو كيما السجناء كيما كبار السن، ثم الشريحة أخرى وكيما ثم شريحة أخرى من عندهم معاناتهم وعندهم وضعهم وعندهم فضائياتهم الخاصة، فباش ندخلوا لهم ونحطوا المكتبات في السجن. مثلا عملنا نواة مكتبة، ولكن لازم نطور انفسنا، بتعرفت السجين عنده قدره كبيره، عنده وقت يسر وعنده قدره كبيره على القراءه، ففي زمن وجيز يتم ان استهلاك كل الاعداد. ايش عملنا؟ فاتفقنا مع مكتبه المكتبه متجول، والمكتبه الجوله ما عندهاش الرصيد الكافي، فحبينا عملنا واتفقنا في الجلسه الاخرى مع امناء المكتبات انه نتعامل مع المكتبات اللي موجوده في قفصه كامله، وكل مره ناخذ من مكتبه عدد نتاع كتب يمشي لمده شهر او شهرين، وعندما يستهلك الرجل الكتب هذيك ونهز المكتبة أخرى. وتبيت الحال شنو رؤيتنا في اختيار الكتب؟ راهو هو على فكرة في السجن ثم كل المستويات العلمية، معناها المتمدرسين من الجامعة حتى للمستويات الدنيا. احنا نحب نوفروا نوعية متاع كتب كي يقراها. شنو الكتاب؟ هو تجربة غير عادية لإنسان غير عادي. شكون يكتب الكتاب؟ يكتب الكتاب كاتب روائي قاص، معناها عنده رؤيته، هو عنده تجربة حياة، فراو كي ينطلق من 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 قصة معينة فتتناول معناها البطولة، تتناول الرومانسية، وتتناول الحب، وتخرجوا لساعة وساعتين وثلاثة واربعة وخمسة وستة ساعات، تخرجوا من الإطار اللي هو فيه، من الإطار والحاجة اللي به، إن عندما تقرأ أنت تنتج الحياة، أنت تنتج الحياة، أنت تنتج العوالم، تنتجها هناك، معناها حيث تريد خارج السجن، وانت منطلق من كتاب لك ستعيش احداث معناها غايه في غايه التعقيد وفي غايه الرومانسيه وفي غايه الدراما وفي غايه الفرح بكامل احداثها وباش تعيشهم. معناها كتاب بتاع 600 صفحه ولا 500 صفحه ولا 300 صفحه تحتاج في القراءه، نحن نحتاج لانه الفرجه سريعه، منها نحتاجه انه ياخذ اكثر ما يمكن من الزمن انه هو يقرا الكتاب وينتج وحده الكتاب. فعلى كل حال قد يبني شخصية أخرى، يبعد الإحباط، يبعد مرة ترك كي تقرأ كتاب وتقرأ قصة ملهمة سواء في 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 يغير حتى في النفسية، في البطولة ولا في الشجاعة ولا في الرومانسية، كي ننتجوا النموذج. نحن تو عندنا غياب المثال وغياب النموذج، غياب البطل الحقيقي، رانا تو نعيشوا انتكاسة كبيرة في من الحقيقة، معناها نحن في الزمن هذايا معناها الصدق ولا مش مشكلة كبيرة، الحب فيه وفيه، القوة فيه فيها، معناها محاربة الفساد فيه وفيه، معناها تو نحن نعيشوا لحظة من التخبط هذا خارج السجن، فما بالك في داخل السجن ما نعيشوا لحظة مش واضحة. فعندما ينطلق من كتب تقتنى بعناية، تم اختيارها بعناية،
وينطلق من أنا يقيني أنه ينجم يتجاوز المحنة بتاع 4 و5 و6 و10 سنوات من خلال الكتاب، وينجم بعدين راه هذا الجانب النفسي إما راه غدوة باش يكون لغة وباش يكون رصيد وباش يكون روح نقدية وباش يكون شوالي ينتج صحيح، وثم يمكن يخرج مع بعد تلك التجربة يولي عنده آليات التعامل مع الواقع. يعني شكون هو اللي يخرج من الواقع وشكون هو اللي يتجاوز القانون اللي ما عندوش آليات التعامل الكافية مع الواقع وما يلقاش الإحاطة النفسية وما يلقاش التوجيه فيخطأ. ومرات نمشوا عن أخطاء صغيرة وندخلوا للسجن، والسجن ما قبل تجربتنا كما كنا نصوروه يخرج معناها سجين معناها بين مجرم، والمجتمع ديما يقول يدخل نص مجرم يخرج مجرم كامل. صحيح، هذا اللي حال لوج عليه، يخرج مجرم معناها دخل المجرم بالخطأ معناها بالصدفة يخرج مجرم محترف. ليش؟ لأنه عايش هناك مجرمين ولا مورس عليه شيء ولا تم تعنيفه أو تجاوز معناها حرمة جسدية. هو نورمالمون السجن يعني مكان إصلاحي مش هذا الدور فما إصلاح من هنا. هذا هو يتم الحديث مع القائمين على السجن، فالكلنا مع بعضنا كنا مع بعضنا حقيقة مش بالليل ونهار باش تغير المفهوم، اما كنا مع بعضنا كيفاش تتغير المساله هذه، نحاولوا نغيروا بشوي وان شاء الله تجي وان شاء الله نوصلوا نولوا كيما بعض المدن الاوروبيه اللي سجونها فارغه معناها وتلوج على كراهه الناس الاخرين، معناها صحيح اجتهدوا في الاحاطه بالانسان البرة وانتهى الخطا وانتهت السرقه وانتهت القتل ومعدلات الجريمه والجريمه مش منخفضه، ان عدمت الجريمه فانعدم وجود السجين داخل السجون. أكيد نحن وهذا ما يجيش وحده، كان كما قلنا نحكوا بشوي خطوة مدن في تغيير العقلية توكي نقر التاريخ في مدن أوروبية في نهار ما تعاشت العصور الوسطى اللي نحن نعيشنا نعيش فترة ازدهار ازدهارنا هم كانت السكوك الغفران وكان التخلف وكان الفقر وكان القتل وكانت الجريمة وكان كذا انطلقوا من مكروكا. يمكن نحن اليوم في حاجة لثورة فكرية أكثر مني ثورة. على كل حال اسمعني، نحن اللي نعيش فيه جيد أكولا، لكن الثورة راهي لحظة، لكن المسار الثوري مسار كامل، مسار كامل معناها فيه عديد الأشياء، معناها فيه عديد الأشياء الثقافي والاجتماعي وثقافة العمل والمواطنة والوطنية. نحن مرات نحس اللي نحن متساكنين مش مواطنين، معناها نخرج أي شيء ونحطه أمام المنزل وكأنه خارج المنزل لا يعنيني أكولا لا، وبعدين أنا إن 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 اللوم معناها جهاز آخر ما قامش والحال اللي أنا خليته يكون هكذا. فتو حالة المخاض إن شاء الله ما طولش حالة المخاض وإن شاء الله الوضع يتغير. هنا باش نسأل، كنا حكينا على مسرحية الرجة اللي تحصلت على جائزة وتعرضت بتونس العاصمة، هل أنه فما مساعي اللي عرضها في كفسة؟ خذينا وعد الحقيقة، وخذيت وعدنا من المدير عام للسجون هناك وحتى مع المدير السجن هنا، وضروري جدا انه التجربه هذه تتعرض في كفسه باش يشاهدوها ويشوفوها، لانه التجربه هذه ما تعودش دي بالحقيقه معناها كلها. ما دام تمكننا باش تعرض في تونس ما ثمش مانع، ما ثمش علاش باش ما تعرضش في كفسه. ثم مسائل لوجستيه عاده، ثم اشياء داخليه وترتيبات اذا صارت ان شاء الله. على كل حال انا نجاوب من خلال الوعد، وعد لما السيد مدير عام قال ما ثمش حتى مشكل وتتعرض في قفصة وان شاء الله تتعرض في قفصة ان شاء الله، وهذا اللي نحبه. توا نعرف مدى أهمية توفير الفضاءات الثقافية لفائدة الشباب بالجهة، لكن للأسف اليوم نشوف تعطيل كبير في مشروع إعادة تهيئة المركب الثقافي ابن منظور، وإلى حد اللحظة ماناش عارفين وقتاش باش تنتهي الأزمة ويرجع يحل أبوابه للشباب. كان تعطينا فكرة على الملف وشنو الجديد فيه؟ على كل حال هو الجديد فيه تم من فسخ الصفقة مع المقاول، لأنه وزارة الثقافة أعطت الأموال الكافية من أجل أنه يرجع المركب الثقافي في أحسن حلو في أحسن صورة. الجهات الفنية المعنية من عملوا عليهم، لكن معناها السيد المقاول الذي أشرف على المسألة والعملية أصبح عاجزا وغير قادر. أنا هذا هو المنا، ما ثمش فلسفة كبيرة منا، المفروض أنه يتم في وقت معين خمسة سنوات صحيح، لأن ما عن من خبر كما تحدثنا حتى في الكواليس معنا من خبر مناه المفروض كان يتم، ومفروض رأوا تو المركب الثقافي يستغل بحلته الجديدة من 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 مختلف الفاعلين الثقافيين والشباب ينشط فيه برشا، وتكون عنا قاعة كبيرة وجميلة وبطاقة استيعاب أكبر والمواهب ما تضيعش والمركب على كل مركز فنون درامية معناه يخف عليه الضغط وهو فضاء ضيق وما يتسعش
الجميع، هذا هو المفروض. أيه. على كل حال نحن توا في مرحلة فسخ الصفقة مع المقاول. فسخ الصفقة تتطلب أنه الجهة الفنية اللي هي تجهيز الدار الجهوية لتجهيز الأسكان والتنمية الترابية تعرف شنو كم العمل اللي عمله هو من اللي تخدم ولي مازال. مثلا نحن تو مازلنا مطالبين معاهم باش ثم اشغال تعملت في القاعة في خصوص الاضاءة وفي خصوص التكييف يزم تكون مربوطة بالضغط العالي. فنحن تو عندنا فترة نسقوا مع الاستيك معها باش يعملونا دوفي قائمة تقديرية في الاشغال ونرفعوا للوزارة باش يحولوا المبلغ ذايا باش تم المسألة ذي. مرات مسألة مش مسؤولة على واحدك، مسؤولة على عديد الإدارات، تطول شوية. لكن على كل حال نهاية النفق ولت نجم نشوفوها. علاش؟ لأنه باش التعطيل كان في المقاول سيتم، مش سيتم، أنا هو انطرقنا في خرج الفسخ الغاء الفسخ العقد صار تو نحن في الترتيب الفنية معناها من أجل وتنسيق مع الجهات الكل الحقيقة معناها المسألة هذه راهي عند الناس الكل معناها كما مهتم بها سيد وزير ولا هنا في السلطة الجهوية سيد الوالي والإدارة الجهوية والتجهيز. وإحنا لأنه الحقيقة ولت قضية راي عام وما عادش نحبوها تطول أكثر من هكا لأنه ما عادش عندنا مبررات أكلها. يلزم تنتهي الحكاية هذه وخلي يعود المركب الثقافي، لأن المركب الثقافي في وجوده وفي مكانه في مكانه الاستراتيجي فك الجمال المحيط بتاعه يرجع كلنا نعرفوه قبل معناها أنا روكي نمشي غادي مانيش محايد مع دار الثقافة، لأن دار الثقافة 84 وفي 83 نمشي لك لقيت شيء صغير ونتفرج في السينما ثم ونذكر معناها كل التفاصيل وكل الكواليس. ذكر قلنا راهو الفضاء ذاك ماهوش دار ثقافة فقط، هو ذاكرة جمعية تاع الناس هذا كله، وما ذبين هالجيل الجديد ينتج ذاكرته كما انتجنا ذاكرتنا مع الفضاء هكذا. وهذاك علاش ما يزبش الطول مثلا اكثر من هكا. هي في نفس الاطار فما معتمديات محدثة كيف سيدي بوباكر وزانوش واللي شبابها متعطشين للانشطه الثقافيه، لكن في ظل غياب دور ثقافيه مازالوا محرومين، فماش برنامج لانشاء فضاءات جديده بالمناطق. اش نقول لك بالنسبه لسيدي بوباكر تو بصدد الانتهاء بين مكتبه جميله وانيقه، معناها هذا مما لا شك فيه. زانوش اسم دور ثقافة تتبقى الاحداثي في المخططات. احنا تو في نهاية مخطط وثم مخطط تاع 15-20 ما زال 19-20 ذا كله ان شاء الله، مش ان شاء الله مؤكد، لانه معتمديه هو المقاييس اللي تتبنى بها دار ثقافة لازم تكون معتمديه معناها او تجمع سكني كبير، لازم تكون ثم معاهد ثانويه اعداديات مدارس ابتدائيه، لازم تكون بحثنا رياضه اطفال بحثنا، فهمت؟ ليش؟ لانه هالفضاء هذه هي الحاضنه نتاع المتعاملين مع دار الثقافه. هذو كل موجودين في زانوش وموجودين في سيدي بوبكر وهم اصبحوا معتمديات وعليه لابد من بناء. تو مثلا اكزامبل نحكيك في زانوش فما مكتبه عموميه كهو، ما فماش لا دار شباب لا دار ثقافه لا دار شباب. على كل حال يجاوبك عليها الوزاره المعنيه او المندوبيه المعنيه. بالنسبه لنا احنا مادام ولوا معتمديات كلها باش يكونوا في الاولويه، وانا متاكد انه على كل حال هو تو في البرمجه المخططات الحاج الباهي انه ما عادش من فوق لوطه، معناها الاداره هي اللي تبرمج، معناها اللجان محليه جهويه هي اللي تعمل طلباتها بالضبط. فانا متاكد اني يلزم هم في المخطط القادم، لانه ما نجموش نبنوا نحثوا حاجه خارج المخطط، او الصيانه تكون خارج المخطط، اما البناء يكون كان داخل المخطط. والمخطط ايش معناها؟ معناها دوله عندها اولويات كلها وما عندهاش القدرة المادية باش تعمل كل شيء مع بعضه، فتعمل مخطط تقول هذا مخطط خماسي كذا. المخطط المهم البرنامج موجود بشكل عام. أنا إيش نقول هو لازم يكون معناه 21-25 المخطط القادم لازم تكون فيه دار ثقافة في سيدي بوبكر، لأنه معتمدية نقرأ وحاري بها باش تكون فيها دار ثقافة، وزانوش زادة معتمدية محدثة وفيها المرافق وفيها التجمع السكني وفيها المؤسسات التربوية المطلوبة، دونك لازم تكون فيها. فالمؤكد حسب تقديري معي ولا مع غيري انه في المخطط القادم يلزم تتبرمج دار ثقافه في سيدي بوبكر ودار ثقافه في زانوش، كيف باش تتبرمج حتى دار ثقافه في لوكتار، لانه نعيش مشكله اخرى زاده، لان دار الثقافه الموجوده هذه صغيره وقديمه وفيها قرار هدم، ونحن نحب نتجاوز حكايه القرار الهدم فيتم الصيانه هذه باش ما يصيرش التهيئه باش ما يصيرش الفراغ. على كل حال لانه اذا كان هدينا ما باش نعيشوا فراغ نتاع اي لازمنا فتره باش نعاودوا نتاع خمس سنوات. فزاده هي باش تكون ثم
دار ثقافة في المخطط القادم، لأن مدينة القطار مدينة ذات ثقل وعندها مشاركة مهمة جدا في الفعل الثقافي وتستحق. معناها إيش نقول؟ نقول على كل حال كل منطقة خذت اسم المعتمدية ومتوفر فيها المرافق والمؤسسة التربوية لابد من وجود دار ثقافة، هذا ما في حتى كلام. ولكل حد حديث على كل حال، أنا شو نقول؟ نقول مخطط قادم يجب تكون فيها دور، ثلاثة دور مع الأفكار الأخرى باش تكون وليدة تلك اللحظة. لهنا نرجع للمهرجانات، وفي ولاية قفصة ملف كبير وعلي برشا نقاط استفهام اللي همنا من البرنامج اللي نشوفوها تقريبا متطابقة بكولي. وما فماش تجديد، وما تحسوش انه قي، ما تحسوش انتم انه فما وقيت باش تكون روح جديده في روح جديده؟ اسمعني، باش جيت نحي كل تتعلق بالمهرجانات، هو شو نقول؟ انا مش تجي كل المهرجانات اللي موجوده تنحى، لا، وانما تتطور من الداخل. مثلا الفنان في كل مثلا نفس الفنانين يدوروا مثلا نفس الحكايه كما زرده ولا حاجه تدور في كل بلاصه هي نفسها، ما فهمش روح جديده، ما فهمش على كل حال تجديد جديد. انا من طلقنا في اللقاء بتاعنا معناش من خب منا ايه. احنا قلنا سنه صاحب شو هو كيش يترتب على الاقل المشهد المهرجاني الصيفي، ما نقول لا نشوفوا الـ تتعرف انها من المسرحيات الوجوه المسرحيه المتلفزه اللي تعدت في التلفزه في البرامج التلفزيه، ثم متركاج اعلامي ثم كذا. فاحنا شنو نوروا كيما ناكل كابت قبل كان ثم فوارق جنوب شمال ولا شرق غرب ولا فئه اغنياء وفقراء، ثم عادش تو الناس كلها معناها ما عادش مش في القدره، ما عادش في الرؤيه، معناها الناس كلها تاكل في نفس الياغورت، لان الياغورت تخرج نفس المنتوج، نفس المنتوج خارج من التلفزه، ما ناكلها التلفزه الناس كلها، نلبسوا نفس الباس، نتكلموا نفس الكلام، هاك ولا ثم النمطيه، هاك ولا النمطيه. كيفاش باش ثقافينا كسر النمطيه هذه؟ هذه تو الكره عند المبدعين والفنانين. ايش نقول؟ وانتم هاو شي جاي، هاني انت انا جايك في الحديث، انا ماذا بيا ما نجيبش حاجه من خارج قفصه، اللهم مش موجوده في قفصه. صحيح. فهمت ولا؟ احنا تو مادام قادرين نعملوا مسرح، خلينا نعملوا مسرحنا ونبرمجوا في مهرجانات. مادام نجموا نعملوا، علاش الزياره؟ هل قادرين نحن مثلا الملوف الجد اللي عملنا به في ايام الجهات نطوروه وجميل جدا، ما عملنا الاسياد، ما عملنا المرقوب، ما عملنا الزرد. فهمت ولا؟ ماذا بينا فنانين ومبدعين ينتجوا اشياء مثلا في عود الروح، انا هذا حلو ياسر عجبني. عود الروح هذا مهرجان اللي باش يصير في رمضان. عود الروح هو اسم اللي يسمح له، هو عودة الروح، روحانيات معناها المحتوى، روحانيتك الصوفي وكل شيء، ولكن عودة الروح الى مكان كان ميت اللي هو الواد، معناها عودة الروح للواد وروحانيات، معناها رجوع الروح للواد، ثم روحانيات تقاطع الزوز في اسم مهرجان حلوية بارك الله فيه اللي ما نعمل الواحد. ايش نعمل؟ نقولوا خلي يفتتح ويختتم بانتاج متاعنا، وما بين الافتتاح والاختتام خلي تتعدى الفرق نتاعنا هيك ولا؟ واذا كان ثم حاجه استثنائيه تصل حاجه جديده وروح جديده بالضبط، واذا كان ثم حاجه استثنائيه وتصل حدث ومن خارج اسوار قفصه مرحبا بها. خاصه احنا ماذا بينا الماده المقدمه تكون من قفصه يعني. لكن زاده مش يلزمني نتعدى من غير انتاج، لا يلزمني نتعب شويه زاده. وعلى فكره ثم صندوق من على مستوى الوطني، وثم مراسله جاتنا من الوزاره، معناها ثم مال مشترك على مستوى وطني، معناها هات نمشوا وناخذوا حصتنا منه بالابداع بالاقناع. يجب نعملوا ملفات تقنع، لانه هو يمشي كل ملف هيك ولا لا؟ اللجنه الموجوده غادي معناها باش تقرا ملفات، اذا كان فكان اكثر ما يمكن ملفات وانتجناها باش نسوقها، نسوقها وين؟ نسوقها في المغاور الجبليه في 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 السد، نسوقها في النجع في بالخير، نسوقها في ربيع الثقافه في الكتار، في مسرح المهرجان المسرح الدولي بقفصه، نسوقها في المهرجان المناجم الحوض مهرجان الحوض المنجمي في هذا، هما هذا ويتمشي التظاهرات. فراهو
المسألة مربوطة بين احنا كيفاش ننتج اشياءنا بإعانة من المندوبية ومن الهيكل الموجود هو بإعانة من الوزارة وهكاك نعمل حاجة ذات 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 تبقى نجوم النجوم اللي يحبوها الناس كلها خاصة في الصيف هذيك النجوم معروفة معناها كل صائفة معروفة ما شنو شو اللي عنده ألبوم جديد اللي عنده غنية ضربت اللي عنده حاجة كليب ضربك ولا تلقاه موجود في كل الأماكن ونحن رو عنا أزمة خيال على فكرة لانه الزياره في بنزرت يزم الزياره في قبلي يزم الزياره في الكافي لا هذا مهم لكن كل منطقه خصوصيات هذا كيفاش كيفاش نجموا ننجو اشياء نتاعنا وسيدي ومرحبا مش نسقوا على روحنا لان احنا مفتحين يا سيدي اذا كان ثم فنان كبير يلزم يجي من العاصمه ولا يلزم يجي من الوطن العربي ولا يلزم يجي من برا مرحبا به مرحبا به كيف مبني عليه لا على هلا يعني على الاقل نسبه الحضور والتمثيليه في المهرجان هذاك خلي مادتنا احنا نتكلم هكا لان مشنا في صحراء الحقيقه رانا مع نفس صحراء عندنا ثقافه وعندنا ناس تعرف تخدم وتنتج ولا لا وعندنا الاليات فقط ما نكونش مزاجيين وفيس عنا نتفرقوا على كل الحاجه هذيك خلينا كي ننتجوا حاجه نعيشوا بها على الاقل عام ولا عامين نوظفوها وندوروا بها ونستغلوها وبعدين نفكروا في انتاج شيء جديد. لهنا نجم نحكوا زاد على مهرجان قصه الدولي يعتبر من اكبر مهرجانات في تونس ونلاحظوا انه الناس كل تشكى من ضيق الفضاء اني ناس ماذا فما عروض ما نجمش الناس كل تحضرها على خاطر ضيق الفضاء ما تراش اللي اليوم لازم يكون يعني فما مسرح نجم يستوعب على قد الصوره نتاع المهرجان ضغط الجمهور تعرف هذه واش تحل المشكل لانه هذا وطنيا كتجول نشوف الفضاءات الوظيفيه معنى المسارح الوظيفيه من حيث وظيفته ومن حيث طاقة السبتلك وخمسة ستة سبعة مسارح في الجمهورية التونسية والباقي كله ينجز مهرجانته إما في مهرجانات في مسارح صغيرة يا في ساحة عامة يا في ملعب كما رينا بعض يعني مشكلة وطنية مش مشكلة وتعرف عليش أنا إمتى تتحل لأنه المسارح هي مشاريع بلدية فهمتي ما هوش مشروع وزارة الثقافة والبلديات في تونس تعرفوا جيدا ان مش كل البلديات عندها الموارد الكافيه مرات البلديه يقول لك انا كي نعمل شويه طرقات وشويه اضاءه وكننظف اللي عندي ان شاء الله نكمل ان شاء الله نكمل كيفاش باش يبني لك انت مسرح نتاع 5000 مكان ولا نتاع 10000 مكان اللي هو بالمليارات صحيح هذه حلمه هذاك علاش ما نجمش نجاوبك ما نجمش كان جا معنا مشروع نتاع وزاره مشاريع طويله الامد بالضبط كان جا نتاع مشروع وزاره واش نقول لك؟ نقول لك معنا على 10 سنين ولا 50 ولا اللي هو تو نبنوا هالمسرح هذه هي مسارح تبنى معناها بلديا وتستغل ثقافيا نعرف انه البرج على اهميته نبقوا نستغلوا المركب الرياضي براس الكيف كما فما عروض تعرضت في المركب الرياضي براس الكيف ما عندناش طاقة استيعاب في البرج على كل حال هو ماش بنقول لك احنا نتمنى ان شاء الله يجي نهار ان شاء الله يجي نهار وان شاء الله حتى المستثمر انا باش نقول وكان يجي يدخل الاستثمار في الثقافة الا تو اللي عنده انا باش نقول اللي الناس عندهم فلوس يا لو كان يعمل فضاء جميل مغطى هك ولا ويتسع لالاف البقاع ويستغل صيفا وشتاء ويعمل فيه ويجيب فيه نجوم مش باش يربح يعني نحن في مشكله تاع تمويل هذا بالضبط لانه ديما استنى الدوله يا بلديه يا وزاره الزوز واحد يقول لك خطيني والاخر يقول لك مانيش قادر بين هذا وذاك يتم اللجوء الى بعض الفتات اخرى كالملاعب وثم عند اكراهات هالملاعب زاد مرات المعشب يكون اصطناعي على سيجارو يمشي كل شيء مرات يكون المعشب زاد طبيعي ويلزم معناه اذا تعفس ومشى كذا ومرات زاد ثم اكراهات امنيه معناها المساله معقده جدا وفضاء مفتوح ومرات يكون يجيك بعيد ومرات يتردد المواطن معناها باش يمشي خوفا من كذا واحد هذا هو المشكل الكبير الا غالبا شفنا مثلا عمناول ولا ولد عمناول خاصته فما تخصصوا كيران للنقل الناس اجتهدت مع الشركه مع كذا من اجل انه كل شيء يتعمل باش هاك الحاجه في احسن وجه يكون معناها شنو تقدم مجهود كبير ياسر خلاص اللي ممكن كنت ما تعملوش لو توجد الفضاء الوظيفي هذا هيك ولا علاش؟ روح حتى في النجاح حتى في الموارد الذاتيه عديد المهرجانات
معناها ما عندهاش موارد الا منحه الوزاره ولا منحه مثلا في قفص منحه شركه وصفات ولا كذا. انت تخيلي انه المهرجان يكون عنده فضاء بطاقه 7000 و10000، تمو تجيب اي فنان مهما كانت كلفته ب 5000 فرنك وب 10000 بتعريفه، معناها باش ترجع لي بالضبط، معناها في متناول كل الناس، معناها تدخل اموال وتنجم من خلال المداخيل تغطي مصاريفك وتنجم تجيب البرمجه اللي تحب عليها وتجيب النجوم اللي تحب يعني عليها. لانه صيفا في الشباب اللي نعرفه تو في الاعمار هذه والناس معناها منفتحه والعالم كله بلا حدود، معناها ما عادش تجيب له اي كان يتفرج فيه، يا اما تجيب له ماده ثقافيه ثقافيه 100% منتجه لمساله ثقافيه باش يتفرج عليها، ولا في اطار الترفيه لازم تجيب له النجم بتاعه سواء كان في الطربي ولا في الغربي ولا في الراب ولا في كذا، اسم يكون معناها مقنع يكون كبير فتنقله يكون باموال كبيره وبامكانات كبيره. اذا كان ما عندكش الفضاء وما عندكش المنح الكافيه وما عندكش كذا ما تنجمش، لانه مرات الفضاء الصغير ذاك نتاع 1000 ولا 2000 كتجيب فنان كبير ما تنجمش تدخل حتى 50 ولا 40% بالرغم اللي المدارج معناها مع مسألة عقلية أخرى تتبدل بشوي شوي يكون كان خير. أكيد برنامجكم الثقافي الفترة القادمة سيد المندوب شنو نجمو نعرفوا عليه؟ كان تعطينا لمحة عليه الفترة في الفترة القريبة عنا كما قلت لك الملتقى الوطني هذا للمطالعة 5 6 7 8 9، معناها باش يكون فيه تقريبا معناها في حدود مشارك في حدود 100-120 واحد من وتدارس فيه مواضيع ذات اهميه خاصه في المسائل التصرف المالي. ثم عندنا تجربه جديده معناها مولود جديد في الاكتار زاد فيه 5 6 7، هو المسرح الشارع. مسرح الشارع معناها باش يصير المهرجان هذا ودولي، معناها منطلق كبير شوي، في مشاركات من العراق، مشاركتين وثلاثه من العراق، في مشاركه مصريه، في مشاركه من الجزائر، دولي نجم نقول دولي اي دولي معناها. والمسرح الشارع مهم جدا لانه ماهوش موجود بكثره، ثقافه جديده وانتاج جديد ورؤيه جديده وفضاءات جديده معناها باش يكون في الشارع. ايضا زاد ثقافات وفنون في ام العرايس، هذا معناها منشط خريج معهد بير البي كان تقدم في اطار مدن الفنون بمشروع لوزاره الثقافه ومولاته، معناها لوج على التمويل، جاب التمويل من وزاره الثقافه وباش ينتج زاد معناها اسميها ثقافه فنون يعنى بجميع الفنون، شعر ومسرح وموسيقى وتراث الى اخره وفروسيه. ثم ايضا هذا في فيفري مارس ملتقى السينما المسك السينمائي بالقطار، هذا ما معناها في فيفري في مارس بنات تنطلق، معناها يكون ال 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 النسق السريع للتظاهرات والمهرجانات، معناها مارس وأفريل وماي باش يكون المهرجانات اللي الدورية والتقليدية اللي باش تتعمل في تحال، باش نحاول كيفاش تكون معناها إجابة على سؤالك المرة فاتت كيفاش يكون إضافة من الداخل، معناها في البرمجة في طريقة الاستضافة في طريقة التنظيم، حتى لأنه باش تخرج على نمطية مش تبدل التظاهرة وإنما تبدل شكل التظاهرة وتبدل أهداف التظاهرة وبرمجة التظاهرة طريقة العرض هذا هو المطلوب. اللي احنا ماذا بينا أي تظاهرة أنجزت ولت عندها مكان في المخيلة متاع الناس وتنتظرها الناس، هذا هو كل عام جيب حاجة جديدة ونفس جديد. هذا هو المطلوب نشتغلوا على المواضيع على اللي تام، معناها كل مرة نشتغلوا على موضوع والفقرات الرئيسية تبقى هي مثلا في ربيع الاكتار الفكرة الجديدة باش يتم اشتغال على الرحى، معناها هي باش تكون النواة الصلبة نتاع المهرجان مع المحافظة على الفقرات الترفيهية والفقرات الأخرى. الشعار نجم نقولوا هو الرحى اللي تخدم عليه الرحى من المقطع، معناها من المقطع نتاعها حتى لاستعمالاتها، معناها رحلة كاملة مراحله صحيح. هذا هو المهرجان. من هنا نشكر الهيئة المديرة برئاسة صديقنا أنور يحيى المندوب الجهوي لشؤون الشباب والرياضة اللي هو واخذ دور أثناء معناها باش ينتقوا من المقطع من الحجارة الخاصة بالبرحة ثم أدوات صنعها ثم استعمالها ثم كل ما ينتج عنها من مأكولات ومن كذا، فهي رحلة كاملة في نمط حيش ولا في نمط حياة. هذا يعني
يعاد إنتاجه ويسوق للجمهور الداخلي والخارجي بغية أن هالشيء هذا يستثمر في سياحة ثقافية من إن شاء الله. إن شاء الله. هكا وصلنا لختام حصتنا معك سيد المندوب، نخلو لك أكيد كلمة الختام. خلوني كلمة الختام إن شاء الله ما هيش هذا آخر لقاء، وتكون عنا لقاءات أخرى. سعيد منا بوجودي بينكم، هاللقاء منا مرة سريعة لأنه كان فيه حديث من القلب إلى القلب، وكان درد شاب في الشأن الثقافي، وإن شاء الله نرجعوك في إن شاء الله أكيد مرة أخرى نرجعوك بجديد إن شاء الله. وإن شاء الله على كل حال ديما المواضيع اللي كانت اليوم إشكالات تكون تحلت، واللي كانت أحلام تكون بدأ تحقيقها، واللي كانت مش واضحة توضح في اللقاء القادم، وهذا هو المهم. وإن شاء الله نجوك بهكذا طريقة وبهكذا شكل باش ما نعاودوش أنفسنا، وإذا حسينا أنه المسائل بتتعاود يكون البحث عن الحل السريع باش نرجعوكم بجديد إن شاء الله. إن شاء الله. وهكا أعزائي المستمعين ما بقيك نقول لكم بسلامة، ونتقابلوا إن شاء الله الأسبوع الجاي في نفس الموعد نهار السبت. كنت معكم أنا صفاء وأميرة قاسمي، وفي الجانب التقني زميلنا أيمن زوالي، وكان حاضر معنا المندوب الجهوي للشؤون الثقافية حسي حسين لحول. بقيك نقول لكم تواكين بسلامة. كابسة FM الصوت الحر.